يتساءل الكثيرون عن الديناصورات كثيراً، وأكثرهم غرابة هو التيركس والسبب امتلاكه لأذرع قصيرة. إليكم حقائق عن ديناصور التيركس. ديناصور التيركس، والذي يملك شهرة في أشهر الأفلام، والذي يعد ملك الديناصورات بلا منازع، معنى اسمه هو ملك السحالي. يعود اكتشاف هذا الديناصور لجامع الحفريات العالم بارنوم براين، وذلك عام 1902، حيث وجد أول هيكل جزئي، وقام بإرسال العينة إلى المتحف في بيتسبورغ وكذلك في المتحف الأمريكي. يتواجد هذا النوع من الديناصورات في غرب أمريكا الشمالية وأيضا في آسيا، حيث تظهر التحاليل والأبحاث التابعة لموقع لايف ساينس إنه شبيه بأنواع الديناصورات في آسيا، وأنه قد عبر من آسيا وبسرعته الكبيرة والمرعبة قد عبر إلى غرب أمريكا الشمالية وتطور نموه هناك، وذلك قبل 67 مليون عام. يمتلك التيركس ذراعين قصيرتين، وهذا يستبعد استخدامهما للطعام، إذن ما فائدة هذين الذراعين؟ جاء الرد من موقع لايف ساينس، وحسب أبحاث العالم مايكل حبيب، والذي يقول عن ذراع التيركس: إذا كانت ذراع الديناصور التيركس طويلة، فستتعرض للكسر أثناء الركض، وأيضا يمكن أن تتعرض للأمراض، فوجود هذين الذراعين ستساعد الديناصور على دعم رأسه وأيضا كتفه، فتقوم الذراعين بموازنة كتفه ورأسه، وبسبب هذا التوازن فستزيد سرعته في الركض، وفي بعض الأحيان قد تستخدمهما في القتال مع المفترسات الأخرى وإحداث جرح عميق، ويرجح استخدامهما أيضا أثناء إقامة العلاقة مع شريكته. ونتيجة لصغر حجم ذراعي التيركس، فقد ترك العامل الحقيقي للقبض على الفريسة لجمجمته الضخمة، فقد تمتع التيركس بأقوى عضة لأي حيوان بري، وفقا لدراسة أجريت عام 2012 ونشرت في مجلة بيولوجي لترز. يمكن لقوة عضة هذا الديناصور أن تصل إلى 12814 رطلا، وربما تعتقد أن التيركس في بداية نشأته كبيرا، لكن هذا خطأ، لأن بداية هذا الديناصور كانت صغيرة وحجمها شبيه بالإنسان، وعلى الرغم من صغر حجمها لكن تمتلك عقلا كبيرا وحدس قوي، مما جعلها تنمو بقوة لتصبح ملكة المفترسات. وأيضا كان يرجح العلماء أن غذائها كان على الأعشاب واللحوم، وفي بعض الأحيان إذا نفذت من الطعام فإنها ستنتقل إلى أبناء جنسها، وهو الدليل الذي وجدوه على بعض الحفريات لآثار أسنان التيركس، والبعض الآخر كان على ذيلها، وهذا يشير أن هذا الديناصور كان مفترسا منذ صغره، ومن الممكن أن يعتدي على الديناصورات الأكبر منها، وهذا ما وجدوه في الحفريات. لهذا السبب استبعد العلماء أسنان التماسيح ونوع الديناصورات الأخرى بسبب اختلاف أسنان التمساح وكونها مستديرة، وأن أسنان ديناصور التيركس أسنانه تحدث ثقوبا، ولهذا السبب وجود ثقوبا صغيرة تعود إلى ديناصور التيركس الأصغر سنا، وهذا يرجح التهامها لأبناء جنسها، وهذا يشير أيضا على مدى خطورة هذه المفترسات ومدى إبداع الخالق وإبداع تكوينها. شكرا لكم على المتابعة. إذا أردتم المزيد فعليكم بالاشتراك وتفعيل جرس القناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسى التعليق وترك بصمتك هنا، قناة ثقافة HD معا للقضاء على الجهل.